وللمزيد من التحليل والمتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي، أرحب بك. مساء الخير والنصر على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. مساء الخير، وقراءتك للرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كانت هناك عدة رسائل على المستوى الداخلي والخارجي، كيف قرأتها؟ بداية أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري وقواتنا المسلحة وقائدها الأعلى وقيادتها العامة بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. طبعا مش هننسى أن الإعجاز في حرب أكتوبر المجيدة هو النصر بنسبة خسائر لا تتعدى 1%. يعني عايز أقول لحضرتك أننا اقتحمنا وعبرنا القناة، وكانت خطة الخداع الاستراتيجي أكبر ضربة للموساد الإسرائيلي. أكتوبر هو شهر الانتصارات، رفعت فيه مصر رأس الأمة العربية، فكل عام ومصر وشعبنا وجيشنا وقائدنا الأعلى وقيادتنا العامة للقوات المسلحة بكل خير. جيشنا فخرنا ووطننا مصنع الرجال ومهد الأبطال. طبعا يقيننا بأن من طلب السلام فعليه امتلاك قوة تحافظ عليه. رحم الله شهداء الوطن وأبطال جيشنا الذين وصلونا العطاء. اللي شفناه النهاردة وبنشوفه دايما في كل العروض العسكرية حاجة بتخلي كل مصري وكل مصرية فرحان ومبسوط بجيشه العظيم. الأخطار اللي بنشوفها في المنطقة وعلى حدودنا المختلفة ومصر الوحيدة الدولة الآمنة في المنطقة، ده بيخلينا ندعو الله أن يحفظ وطننا من كل مكروه وكل سوء. بإذن الله ستظل أعلامنا مرتفعة هامتها عزيزة صواريها، وسيظل وطننا شامخا وشعبنا آمنا، ولن نسمح بأن ينقص من أرضنا شبرا واحدا. ستظل وحدتنا واصطفافنا خلف قيادتنا وقواتنا المسلحة أكبر من كل التحديات والصعاب. بالنسبة لسؤال حضرتك بخصوص الرسائل التي شاهدناها اليوم والتي كانت للداخل والخارج، شفنا رسالة مهمة جدا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي متعلقة بفشل محاولات الوقيعة والفتنة بين جناحي الدولة المصرية الجيش والشرطة عقب أحداث 2011 وما تلاها من أحداث. السر في ذلك من وجهة نظري في إفشال هذه المحاولات هو وعي الشعب المصري وتلاحمه ووقوفه خلف مؤسساته وقيادته السياسية الحكيمة. يعني عايز أقول لحضرتك أنا كمصري وكل شعبنا لم ولن ننسى مواقف جيشنا العظيم الوطنية حينما كان للشعب مطالب اجتماعية وسياسية سرعت المؤسسة العسكرية في تلبيتها. قامت بحماية الجبهة الداخلية والخارجية أيضا للبلاد من الأعداء والأشرار. ساهمت في تجاوز الدولة مرحلة الأزمات، محدش ينسى الأزمات اللي كانت تمر بها الدولة. ولولا الجيش المصري وتدخله هذا صحيح، لكن الرئيس أيضا أشار أستاذ محمد إلى ما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية وما يتعلق أيضا بموقف مصر الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، متحدثا عن أهداف أساسية تسعى مصر لتحقيقها دائما فيما يتعلق بهذه القضية، أهمية توجيه هذه الرسالة في هذا التوقيت. حضرتك عايز اقول لحضرتك الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجهود مخلصة من جهاز المخابرات العامة المصرية برئاسة الوزير عباس كامل والأبطال أعضاء جهاز المخابرات المصرية بذلوا ويبذلون وسيواصلون بذل الجهود الضخمة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي طبعا كلنا نعلم اندلعت منذ 7 من أكتوبر الماضي، يعني تجاوزت العام ودخل يعني دخلنا في العام الثاني تقريبا. يعني تحرك الدولة المصرية كان من اللحظة الأولى وعلى عدة مستويات. الدولة تحركت سياسيا ودبلوماسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، وكما تدخلت أيضا إنسانيا لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع بالكميات التي تسمح بالوفاء باحتياجات أهالي قطاع غزة الذين يواجهون مجاعة بسبب جرائم الاحتلال من الكيان الغاشم الغاصب وحصاره على الشعب الفلسطيني الشقيق. يعني عايز أقول لحضرتك كل ده بخلاف اتباع المسارات القانونية من أجل معاقبة إسرائيل على ما تقوم به من جرائم إنسانية. الموقف المصري يمكن هو الأكثر شرفا واتساقا في التعامل مع القضية الفلسطينية. الرئيس السيسي قال مصطلحا وكلنا نردده أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضية القضايا، وهي قضية مركزية للأمة العربية. طبعا بداية من دعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على مدار عقود وحتى اليوم، كل ده بيؤكد أن الثوابت المصرية التاريخية في أن مصر هي الحارس الأول لهذه القضية، كما أننا لن ولم نسمح بتصفية القضية دون حل عادل يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد مخلوف، كنت معنا عبر الهاتف.